في الوقت الذي انسحبت فيه معظم القوات المصرية تحت وقع ضربات العصابات الصهيونية لطرق الإمداد الموصلة للعريش، بقي لواء من المشاة مكون من 4000 جندي مصري في منطقة الفالوجة عراق المنشية تحت قيادة اللواء السوداني سيد طه، والذي كان يلقب بالضبع الأسود. رفض الضبع الأسود الانسحاب من أرض المعركة، كما رفض إجراء أي مفاوضات مع العدو. حصرت العصابات الصهيونية المنطقة وحاولت جاهدة كسر الدفاعات المصرية، إلا أن تلك الهجمات كبدتهم خسائر فادحة. ففي عملية مزدوجة واحدة حاولت فيها العصابات شن هجوم شامل على المنشية، تكبدت خلالها أكثر من 98 قتيلا. استمر حصار الفالوجة بما فيها من فلسطينيين ومصريين لمدة تجاوزت 6 أشهر. تقاسم فيها الجميع الخبز والماء بعد انقطاع كافة الإمدادات عن الجيش المصري. في أواخر شباط عام 49 انسحبت القوات المصرية وفقا لاتفاقية رودوس، ورحل أهل الفالوجة نحو قطاع غزة والخليل، لتكون الفالوجة آخر مدينة تقع في يد عصابات الاحتلال الصهيوني خلال النكبة. ذكر مجرم الحرب أرييل شارون اللواء طه فقال عنه: لقد كان بطلا حقيقيا، رفض التفاوض معنا وألحق بنا خسائر فادحة. أثوارنا يموتون بل يخلدهم التاريخ.